اكو بيت هناك هم. شوفوا هذا مثل شارع بلدية يعني مجانا دي. السلام عليكم. واحد من اجمل مدن شمال تركيا مدينة اردن، هي صايرة بين ترابزون وسامسون، فراح اشوف لكم كامل تفاصيل عن هاي المدينة، تابع الفيديو. طبعا هذا الطريق طالعين من اماسيا على اوردو المحافظة الشمال تركيا. المشكلة مو بالطريق، الخضار وهاي، شوفوا الطريق شلون، راح اشوف لكم المنظر. شوفوا المنظر، والاحلى بعد دقيقة خلي اشوف لكم بيت بحياتكم كلها ما راح تشوفون هيك بيت بصراحة. شوفوا هذاك البيت، شوفوا هاي البيت بحدها وين صايرة. الطريق كلها هيجي. شوفوا المناظر، اكو بيت هناك هم مسوي له ملعب حتى مال كرة قدم هم. حبيت اشوف لكم المنظر مال البيوت اللي صايرة على الجبال. طبعا مثل ما اذكركم هذا الطريق نحن طالعين من اماسيا للاردو، محافظة اردو اللي صايرة شمال تركيا. طبعا حبيت اشوف لكم مدينة فاتسا. فاتسا هي صايرة بعد سامسون من تروح على اردو، بس شوفوا جمال المدينة. هي هاي مثل حديقة، شارع عام، اللي جاي من سامسون هذا جاي من سامسون يروح على اردو، بس شوفوا الساحل مالتها. هذا الساحل مال مدينة فاتسا. عجبني المنظر، حبيت اشوفه لكم، هاي الحديقة وهاي الساحل. لقيت بشجرة تفاح. طبعا هذا ميدان مدينة اوردو. شوفوا التلفريك، هذا التلفريك اللي يصعد على اعلى جبل بوس تيبا. شوفوا اجى التلفريك. فشوفوا الشارع هاي مثل شارع استقلال اللي موجودة باسطنبول. فاسعارهم زينة، ارخص من اسطنبول اكيد، ارخص من باقي المحافظات هم اني شفتها يعني. شوفوا هذا مثل شارع استقلال بالضبط، الميدان خلينا نسميه تقسيم هيك اسطنبول يعني. ليش انطي مثال لاسطنبول؟ يعني الكل يعرف اسطنبول خاصة يعرفون تقسيم، فلهذا حتى يصير واضح لكم هي هاي الميدان مال محافظة اوردو. اسواق داخل الافرع. مطاعم ومقاهي هنا كلها هنا. شوفوا شكل الجامع، هذا شكل الجامع اللي صايرة وسط ميدان مدينة أوردو، وتلفريك ده يعبر من فوق الجامع. الساحل مقابلكم صاير بالضبط. شوفوا ايش كاتبين داخل يم الساحل مال محافظة اوردو. هاي وقفة بدي اتصور اللي اصورها، كاتبين دشونان يعني اللي دي يفكر، اوريتان يعني اللي دي ينتج، يرشان اللي يتسابق، يعني يسوي هاي السوالف كلها المدينة، يعني دي يفكر دي ينتج دي يتسابق. حلو، هاي خوش مثال كاتبيها على المدينة أول ما تدخل الميدان. شوفوا مثل ما قلت لكم هي هاي الجامع، وخليني هنا هاي الشيء، وتلفريك من فوق. هاي بصراحة
اجمل تل فرك يجوز تشوفوها بتركيا هي تل فرك مع مدينه اردو ومدينه الاولوداغ البورصه. هاي احلى تل فرقين اثنين تشوفوها بتركيا كلها، رايي الشخصي هذا طبعا. هسه اريد اشوف لكم الساحل هم. شوفوا هذا المكان مجانا، كاياك بارك، هذا اللي يخلون برجلي هم هذا العربانة ويزحلقون فيه هيجي فوق واللي جوا. شوفوا مثلا هاي مكان تابع للبلدية، يعني مجانا دي يستخدموها مجانا الاطفال. وشغلة حلوة هم هنا انا اشوف انجل ريتشارجز، هذا العرباين ذوي الاحتياجات الخاصة تقدر تشحن هنا ببلاش. هاي شغلات شفتها بمدينة اردو، شوف مثلا هاي الكيبل يخلوها على العربانة وتشحن، حلو. طبعا مدينة اردو عجبني الى درجة، شوف البلدية شو مسوي لهم هم، كراسي قاعدة مباشرة على البحر، وهذا الساحل تيعدلون بها بعد بس ما فاتحي لان بتعديل هذا مال البلدية يعني مو مال اهلي، فدا يعدلوها بعدين يفتحوها. بس اكون انت تسبح هناك عادي، تدخل تقدر تسبح من اي مكان ما تريد. هي احلى شيء اصلا مدينة اردو هي هاي المكان، هاي المنطقة الميدان. شوفوا جمال المدينة، ده يفتر الساحل من الميدان لنهاية المدينة. التل اللي تريدوا تشوفوها جربوها منك، ده يصعد منك، شوفوا الراس البداية منك وآخر شيء المكان فوق أعلى شيء هناك، فراح اجربها ان شاء الله فيديو جديد. الحلو بالميدان انه هاي الطرف اللي صايرة مقابل الساحل كلها مقاهي، شوفوا ناس قاعدين يجوز دا تشوفوها كلها مقاهي، ومقاهي راقية صايرة مقابل قبال الساحل. فما ادري ليش اللي دا يريدون يعيشون بتركيا يجون يعيشون باسطنبول او انقرة او ما ادري يا محافظة، اطلع من هاي المحافظات المعروفة يعني. انا دائما انصح من المحافظات الشمالية اكثر، وتريد السياحة للعوائل المحافظات الشمالية رأيي الشخصي المحافظات الشمالية، اما اذا تريد بحر وشبابي انصح بالمحافظات الجنوبية مثلا انطاليا ازمير مارمريس بودروم هاي المحافظات، اما للعوائل واريح وتبتعد عن المشاكل وما راح تشوف اجانب هواي، فانصح بالمحافظات الشماليه مثلا اردو سامسون، فهاي المحافظات حلوه. صح تصير بارده بالشتاء بس رايي شخصي احسن من باقي المحافظات. طبعا اكيد راح تسالون عن الاسعار المعيشه هنا، مثلا الايجار، الإيجار هنا أرخص من باقي المحافظات التركية مو هواي، نسبة قليل، مثلا تبدي الأسعار من 300 دولار، أكو الشقق للإيجار ب 300 دولار هنا. يعني إذا تقول لي 300 دولار مو قليل، صح أردو مو محافظة عادية، محافظة كبيرة وحلوة. وأغلى شيء سألت صاحبي اللي موجود هنا، هذول اغلى شيء اغلى بيوت هذول اللي صايرة على البحر قبل يم الساحل. شوفوا جمال الساحل، التلفريك اخر شيء يوصل هناك، اخر نقطة الها هناك فوق على الجبل.
المحلو بالمي مال البحر مال القردنيس البحر الأسود إنه بيه أمواج، أمواج قوية تصير. هسه هنا أنا هم ماكو بس أمواج قوية تصير، فلهذا السبح قليل يصير بهاي الأماكن. فالحلو بأوردو قريبة لكل مكان، قريبة للسامسون، قريبة للجراسون، قريبة للترابزون، قريبة للريزة، فهي هاي المحليها أصلا. ودرجة حرارة حاليا 24، تخيل احنا بنص الصيف فدرجة حرارة 24 عندهم 25. طبعا الحلو بالمحافظة انه صايرة مثل الجزيرة، شوفوا هاي نهاية تقريبا المدينة، شوف البيوت على الجبل. أنا أتذكر جزيرة الأميرات هي نفس البيوت، نفس البيوت بالضبط صايرة على البحر. حلو، هم أذكركم واحد من أجمل التجارب أنه راح تجربون تلفريك، راح أجربها وياكم إن شاء الله عن قريب. تلفريك ده يصعد أعلى جبل بمدينة أوردو، هذا أجمل مكان بمدينة أوردو، أجمل مكان أنا شفتها مدينة أوردو هي هاي الساحل بالضبط. طبعا عادي بمدينة أوردو من توصلون هي الميدان تقدرون تدخلون على الساحل، شوفوا مثلا اكو ناس دي يسبحون هناك، فتقدرون عادي تدخلون وتسبحون. المي فد شي شوف شنو الشغلة حلوة مسوين هنا حتى العصافير، وانت هم تقدر تغسل. يا وين صايرة؟ تقدر تغسل رجلك، هي صايرة يم الساحل. طبعا هذا باركينج اللي صاير على الساحل، شوفوا حتى يخفون من الميدان، يخفون ازدحام من الميدان مسوين باركينج على الساحل. فشوف هذا كلها باركينج صاير على الساحل. الساعة 20 دقيقة، السيارات ال20 دقيقة تقريبا بنص دولار، أما الساعة بدولار، فأنت تقدر تختار. هذا السفينة السياحية صايرة هم أوردو، العفو أوردو، أجرة السزدر، خلي أدخل أشوف لكم إياها. أجرة السزدر مكتوب هنا يعني تابع البلدية ببلاش، شوفوا هنا أجهزة السزر تقدر تدخل بلاش. تشوف هذا السفينة هم، خلي أشوفها جايين أريد أشوف قاعة العرض، شوف حتى بالعربي كاتبين قاعة العرض، ما أدري شنو إيش مكتوب. هذا السفينة يمنع منع باتة الركض على السطح، السفينة هم بالعربي تعرفون الاتراك يحبون التاريخ، يحبون تاريخهم اصلا، مسوين هيجي. تجي تزور هاي السفينة تاريخها شنو ما قدرت اعرف تاريخ هاي السفينة، فقد كانت سفن حربية يونانية وبريطانية تقوم بدورات في بحر الاسود وتحاول امساك بالسفن اللي تحمل الدخيرة على جبهة الحرب الاستقلال. فكاتبين تقدرون تقروها هذا السفينة باقي تاريخ، يجون يزوروها البلدية مخليها ببلاش للناس وسط المدينة. يا أخي بهذا المدينة عشقت شغلة، شو تعرفون شنو؟ تلفريك،
شوف وين ده يصعد، من نص المدينة ده يصعد فوق آخر النقطة بالمدينة، فهذا الشيء حلو. شوفوا مثل ما قلت لكم هي هاي الباركينج، النص ساعة عمالتها 20 العفو بنص دولار، 20 دقيقة، أما الساعة دولار. حلو وسط المدينة، يعني انتوا بنتجون على وسط المدينة ما راح تلاقون مكان تخلين سيارتكم بيها، فهذا مسهلين أمر على السواح على الناس اللي ديجون على هاي المدينة، فشي حلو. طبعا الحلو مستغلين المكان، شوف هنا مسوين كراسي للقعدة مقابل البحر. وهذا مثل الساحة للعرض، شوفوا هنا مثل ساحة كبيرة صايرة بنص البحر حتى يسهل الناس يروحون يشوفون البحر. شوفوا مثلا يعبرون هناك عوائل العرباين مع الأطفال يروحون يشوفون البحر ويرجعون. حلو مسهلين لهم كل شيء. وهسه تقريبا وصلنا لنهاية الفيديو، شوفت لكم الساحل، شوفت لكم الأسعار، شوفت لكم المدينة، شوفت لكم الميدان وكل شيء عن المدينة. فشوفوا مقابلي صاير هذا الفرع مال تل فريك، فإن شاء الله الفيديو الجاي راح أصور لكم تل فريك مال مدينة أوردو. تحياتي لكم وإن شاء الله تعجبكم الفيديو.